السلام عليكم، اليوم مع وصفة موالد. وش راح ندير لكم؟ راح نديرو دي ميني بيتزا لكن بالخبز البايت، يعني ماهوش يابس يابس وماهوش طري كما رانا نشوفو. هنا عندي هاد الكمية تاع الخبز. راح نحتاجو كاس تاع الحليب وحبة بيض كاملة. هنا عندي اون صوص طوماط خدمتها، كنا خدمناها من قبل مع بعض. وش عملت فيها؟ عملت فيها فص تاع الثوم، شوية تاع الزيت، معاه نص مغرفة كبيرة تاع طوماطش مصبرة، ودرت عليهم حبة كبيرة تاع طوماطيش مسكرفجة، شوية ملح، شوية فلفل أسود. هنا عندي علبة تاع الطوم ذوق طماطم، يعني بطوماطيش. وعندي هنا شوية تاع الزيتون. يعني التزيين يعني واش ديري لا بيتزا تاعك اختياري. أول شيء واش ندير؟ نحط هذاك لو طوم تاعنا، نزيدو مع هذيك لاصوص طوماط، يعني نخلطهم مليح بهذه الطريقة. يعني تقدري ديري لهم الدجاج، فيونتاشي، دي ما ديري والو، يعني غير الفرماج راح يكفي في هذه الكيفيه. اذا الخبز تاعنا ها هو معنا، ونبقى نقطع فيه. من الاحسن استعملي يعني المستنشر كما هاد البواقي، هادو نديرهم لا شابلور. اذا نقطع ما يكونوش خشان بزاف بهذه الطريقه. اذا نكمل نقطع الكميه كامله اللي عندي بهذه الطريقه. رايحين يعني نستغلوا هذاك الخبز اللي يبقى لنا. اذا هنا انا كملت كامل، قطعت الكميه اللي حبيتها تاع الخبز، نحطها على جهه. اذا نحكم هذيك البيضه كامله، نديرها هنا امامي، ونزيد عليها شويه بيض شويه حليب فقط. نقدر نخلطها ونكمل عليها الحليب اللي عندي. بهذه الطريقة ندير لهم شوية تاع فلفل أسود وكمية تاع الملح، هكذا باش ما يجيناش صامت فقط. إذا ونخلطهم. إذا هنا الخليط اللي نغطسو فيه الخبز تاعنا راهو واجد. إذا المول تاعنا اللي يدخل الفوق ها هو معانا. نحكم الطرف تاع الخبز ندخلو في الحليب، لكن ما تخلوش يشرب بزاف، شوية فقط، ونحطوهم في السنيوة تاعنا. إذا نكملو كامل الكمية اللي عندنا بنفس الطريقة. هنا بعد ما درتهم في السنيوة نحكم هاديك لاصوص طوماط، يعني كمية قليلة فقط راح تكفيك، وندير على الوجه تاع الخبز تاعنا بهذه الطريقة. يعني شوية شوية فقط، من بعد ندير على الوجه تاع البيتزا تاعنا، يعني كل حبة ندير لها شوية تاع جبن مبشور بهذه الطريقة. كمية، ولا تقدري تجي جبن مثلث، يعني تقطعي مورسو وتزيديه هنا لك الاختيار. ونحب هنا فقط الزيتون، ما حبيتش نديرو كحبة كاملة. اذا نقطع مورسو ونديرو في الوسط. البيتزا يعني تبقى اختيارية. اذا ها هي هنا لي ميني بيتزا تاوعي، ندخلهم الفوق على 200 درجة، يتحب مصنا فقط الخبز شوية يشد روحو، ويدوب هذاك الفرماج والبيتزا تاعنا تكون واجده. هذا الميني بيتزا تاعي، هذا وين خرجتهم الكوشه، ها هما معنا. وهنا يتحمصوا لنا شويه من التحت، راح يلصقوا شويه بطبيعه الحال في البابي، على هذا من الاحسن نستعملوا لو بابي. اذا نقدمهم في طبق التقديم. ها هما الميني بيتزا تاعنا واجدين، يعني والله غير يجوا روعه. جربوهم، يعني الخبز البايت هكذا يعني نستعملوه، نديرو حملة ضد رمي الخبز. إذا فقط راح نقسم لكم حبة باش تشوفوا هذا البيتزا كيفاش تجينا. وهي معنا حبة، بسم الله، وتجي طرية، يعني متحسوش بها أنها يعني خبز يابس ولا حتى في البنة. جربوها الوليدات أكيد راح تعجبهم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.